بس فهي دي كل الحكايه. انا بقى مش عارفه اعمل ايه. ما قلتلك يا شيري سيبي الشغلانه بتاعت البنك دي وقرف وتعالي اشتغلي معايا هنا وساعديني. لا قرفها ايه، انا حبيت الشغل في البنك. انا بس مش عارفه اعمل ايه مع البنت اللي شافتني دي. خليها تلف حوالين نفسها، جننيها. اجننها ازاي؟ استعملي الموهبه اللي عندك. انت قصدك اجننها بالسحر تفتكري؟ طبعا افتكر. وابو كده كمان، هي مش من نفسنا ومركزه معاكي وبتقول عليكي مخويه وبتسحري. خلاص نقريها السحر على اصوله بقى، نحرمها حتى تفكر فيكي بينها وبين نفسها. بس بقول لك يا شاري، اوعي تخلي حد يكرهها او انها تحب حد يمرمطها، لا حب ولا كره، شويه مقالب على خفيف كده. هي فكره حلوه جدا، بس انا حاسه ان انا هبقى شريره قوي بصراحه. هو انت مش بتقولي انك بتدافعي عن نفسك؟ هو انت هتقتليها؟ يعني انت شايفه ان انا اجننها ولا بلاش؟ تستاهل ولا ما تستاهلش؟ لا تستاهل. يبقى جننيها. يبقى تتجنن. يا مستر محمود، انا مش عارفه مستر حازم مستقصدني كده ليه، وانا كنت عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ قولي ما عملتيش ايه يا اختي. يعني ما شاء الله عليكي، تاخير وعدم التزام عديناها، الجنان اشتغل قلنا ماشي، تهتي في البلوره عدتها، انما يا استاذه ترقصي في الفرح؟ بترقصي؟ والله يعني لو عند حضرتك طموح في الرقص ممكن تقدمي استقالتك وربنا يوفقك، بس بعيد عننا. مستر محمود ما ينفعش كده، انا من احسن الموظفين هنا في البنك، والله العظيم من ساعه اللي حصل ده وانا عايشه في عذاب، واللي اسمها شيرين دي. لو سمحتي ما تغلطيش في الزملاء، وكفايه بقى تهيؤات. طب ممكن تفهمني بعد اذنك؟ انا يعني ممكن ارقص مع اصحابي، ارقص في فرح، لكن مش هرقص في البنك، والله العظيم انا مش عارفه، كانت حاجه كده سحريه بتحركني، واللي اسمها شيرين دي اصلا مخاويه عندها قدرات مش طبيعيه. طب يا ستي انا هفترض ان كلامك صح، همشي معاكي. طب يعني هي 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 ناديه عندها علم بالقدرات السحريه دي؟ اكيد، دي صاحبتها الانتيم وسرها كله معاها. حلو قوي، انا يا ستي هسالها، ولو فعلا شيرين طلع عندها قدرات سحريه زي ما بتقولي، والله بنفسي اللي اقدم لها في السرق القومي. تمام؟ حلوه الفكره دي. حلو. استني انت رايحه فين؟ استاذني اتفضلي مديني هنا. ايه ده؟ ده حضرتك حرمانك من حوافز نص الشهر ده، على فكره ده قرار المدير مش قراري، انا لو عليا والله لرفتك، بس يلا الحمد لله بنعمل الخير ونرمي في البحر. برضه ما انا فهمت. معلش هتعدي ان شاء الله باذن الله. امضي يا حبيبتي يلا. شيرين حرام عليك بقى يا مستر محمود، هو الناس عفرته. معلش اصل عجبتني بصراحه. لا بس انت مامتك شكلها دعت لك دعوه كده على مني عاديكي، وخصوصا غدير البنت لسعت خالص. شفتي بقت بتضحك قوي. يا سلام، وانا مش فاهمه كل ده شغل الهوكس بوكس بتاعك. انت الله يخربك انت هتضحيني، وبعدين قلت تلاقي عني شويه بصراحه. هي طلعت بعقل، البنت بقت لسعه خالص. انت مش فاهمه مستر حسن مسميها ايه؟ مسميها غدير كهربا. لا في موظفين مسمينا غدير اللسعه. بس بقول لك ايه، بنت حلال وتستاهل كل خير. لا بصراحه هي قرشانه اصلا. بس اقول لك على حاجه، انا بفكر ان يعني اهدي اللعب شويه، يعني كفايه عليها كده. طب بقول لك ايه، طالما انت يعني قررتي تكسري قاعده كده وتلعبي في البنك، ما تشوفيني بحاجه كده مع حازم؟ هنعيده تاني يا ناديه. انا عارفه ان هو ما ينفعش في الحب ولا في الكره، بس انت ممكن مثلا ممكن تخلي رقبته تتلوح كده لما يشوفني، او ممكن تخلي ريحتي حلوه كده، في اول ما اعدي اهفهف كده فيحس بريحه حلوه فيبص لي. طب ما تحطي برفيوم حلوه وخلاص، ايه الاوفر ده؟ خلاص يا ستي انا مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل، قولي لي انت ممكن نعمل ايه، اي حاجه كده خليه بس يحس بوجودي. ما انت موجوده يا ناديه، هو انت انفيزبل وومن؟ يا ساتر عليكي لما تحبي تقفلي كل حاجه، مش ممكن انت مش هتساعديني يعني. لا هساعدك.